الثالث من ديسمبر يعني بكرة بيستضيف اليوم العالمي لذوي الإعاقة. بهذا اليوم انضمت منظمة الصحة العالمية لشركائها للاحتفال تحت شعار يوم للجميع، واللي بيعكس فهم ووعي متزايد بأنه الإعاقة جزء من حالة الإنسان يا رجل. أكيد يا هادي، اليوم قدامهم نحن نروح بالخطوات الإيجابية لدمج هدول الأشخاص بالمجتمع. اليوم هنا المفروض يكونوا جزء شريك بالمجتمع وليس عالي على المجتمع. شفنا كثير من تجارب الوزارات اللي راحت لدمجهم وأعطائهم فرص لتنفيذ وظائف ضمن الوزارات ونجحت، حتى لو ما كان النجاح 100%، ولكن أثبتت أنه هدول الأشخاص عم يتميزوا بمواهب معينة، عم يكون عندهم فكر متميز بميزهم عن أشخاص كثير. وشفناهم أيضا ضمن تجارب بالمطاعم وأيضا نجحت، خلينا نقول نسبة النجاح عم تكون بالنسبة لقدراتهم الفكرية جدا ممتازة. قد اليوم هم نحن نضوي على هي الفكرة، ومثل ما قلنا ليكونوا اليوم هنون جزء مشارك بالمجتمع وليس عالي عليه. رح نحكي أكثر عن أهمية هذا اليوم، كيف نحن قادرين نتعامل معهم وكيف نحن قادرين ندمجهم ضمن المجتمع. وضيفنا لليوم هي الأخصائية التربوية ولاء لحلح. يسعد صباحك حيك ست ولاء، كيفك لليوم؟ يسعد صباحك، صباح جميع المتابعين، الحمد لله، كيفكم أنتم؟ يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نحكي، عم نحكي عن أطفال الحب اليوم، نتعرف مين هنون أشخاص ذوي الإعاقة؟ هلا بالبدايه انا بفضل مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصه، فمن هون بتجي التعريف الواضح والبسيط لحتى كل السادة اللي عم يحضرونا يقدروا يفهموا هذا التعريف. فذوي الاحتياجات الخاصة هن فئة من فئات المجتمع. هاي الفئة بتختلف اختلاف واضح عن باقي الأفراد العاديين. هاي الاختلافات ممكن تكون دائمة، ممكن يكون لها كتير أسباب، مثل الاختلافات بالجسد أو الاختلافات العقلية وحتى الاختلافات الحركية. طبعا هاي الاختلافات ناتجة عن أمراض إما وراثية أو أمراض عقلية أو أمراض جسدية، وهذا الأمر يلي هو بحد من إشباع رغباتهم الأساسية والشخصية والاجتماعية، وبالتالي كمان رح يعيق من تلبية متطلباتهم الاجتماعية، متطلباتهم الشخصية، وكمان ممكن يأثر على تعليمهم واندماجهم ضمن الفئات الثانية. ومن هون نستخلص أنه هن ذوي احتياجات خاصة، فهن بحاجة لرعاية خاصة، بحاجة لاهتمام مضاعف، كمان بحاجة لتقديم الدعم النفسي المناسب حسب كل نوع وحسب حالة الشخص نفسه. طالما ذكرتي الأنواع ست ولا، خلينا هيك نغوص شوي بأنواع الإعاقة، أو مثل ما ذكرتي حضرتك ذوي الاحتياجات الخاصة، نحكي عن الأنواع الموجودة وشو أكثر نوع عم يكون متواجد عند الأشخاص. هلا بالنسبة لأنواع فعندنا نحن أنواع كثيرة، أنواع الإعاقة، منا الإعاقة السمعية، منا الإعاقة البصرية، كمان الإعاقة الحركية والحسية، وعندنا كمان اضطرابات النطق أو الكلام، عندنا الإعاقات الحركية، وكمان عندنا صعوبات التعلم، وكمان من الأنواع عنا اللي هو نوع التوحد اللي هو من أصعب الأنواع خلينا نقول. وكمان في عنا تحت التوحد في عنا متلازمة الداون أو متلازمة الحب. طبعا هي الأنواع كلها في إلى مسميات تانية، وفي إلى يعني ضمن كل نوع تفرعات تانية. يعني مثلا عنا الاضطرابات الحركية، منا مثلا مرض الشلل الدماغي، منا حالات ضمور العضلات التدهوري، وكمان منا حالات الانشطار بعمود الفقري، وكمان في منا حالات تانية إلى تشخيصات علاجية تانية. فنحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار حالة الشخص نفسه، نوع الإعاقة، ومدى شدة هي الإعاقة. وكمان في أشخاص عند الشخص نفسه ممكن يكون أكثر من نوع من الإعاقة. كمان هذا الأمر لازم ناخده بعين الاعتبار ونعامل كل شخص حسب شدة إعاقته وحسب قابليته للعلاج وحسب قابليته للاندماج ضمن الأفراد وضمن المجتمع. تمام. وهم بدي أسألك يعني كيف بيتم التعامل اليوم مع الشخص يلي عنده إعاقة؟ أكيد عنده أسلوب تعامل خاص معه، لازم نحن نكون منتبهين أكثر وواعيين لهذا الموضوع. مثل ما ذكرنا هن ذوي احتياجات خاصة، فنحن بدنا أولا نتقبل الشخص كما هو، ما نحسسه أنه نحن عنا شك بقدراتك أو نحن عنا خوف من التعامل معك أو أنه أنت بتفرق عن باقي الأشخاص العاديين. نعم. باقي الأفراد العاديين نحن بدنا نتعامل معه بكل حب بكل احترام، نحاول نحتضن هذا الشخص، وفي حال كان عنده ميول معينة أو موهبة معينة، لأنه للأمانة أنا ما قابلت حدا من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا وكان عنده فيض كبير من الحب
والحنان، وكمان هم بيتمتعوا بذكاء عالي. فنحن بدنا نشوف هو وين موهبته، وين ميوله الابداعيه، ونحاول نشتغل على دعم هي الموهبه. صحيح. ان كانت هي الموهبه دراسه او مهنه او حتى موهبه ثانيه. فهون بيجي الدور على الجميع، بدايه من الاهل، الاصدقاء، الاسره، الاقارب، الجيران، وحتى اذا كان هذا الشخص ضمن مركز خاص او مدرسه خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، بالاضافه للمتابعه مع الاخصائي اللي عم يشرف على حاله هذا الشخص، وكمان المتابعه الدوريه مع الطبيب المشرف على حاله هذا الشخص، لنشوف نحن شو تطور، لاي مرحله قادر يتجاوب معنا، لاي مرحله عم يقدر يتفاعل معنا، لانه مثل ما ذكرنا الانواع كثيره، وممكن الشخص الواحد يكون عنده اكثر من نوع اعاقه. طب وقت بنقول نحن تمكين هدول الاشخاص بالمجتمع، تمكينهم بوظائف بالدوائر الرسميه، وايضا تمكينهم ضمن المدارس والمعاهد، خلينا نحكي اليوم على كلمه تمكين، شو معناها اجتماعيا؟ هلا بالنسبه للتمكين الاجتماعي، فنحن بدنا نتعامل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، انه نساعدهم على انه يتفهموا الامور من اول مهارات يلي عندهم، لحتى هن يقدروا يندمجوا وينخرطوا ضمن المجتمع او ضمن الفئه الاجتماعيه القريبه من عمرهم. هذا الامر بيساعدهم انهم يندمجوا بطريقه اسهل، وكمان بيمكنهم من انه يتعاملوا مع الانشطه ويشاركوا بالمهارات ويشاركوا بالانشطه المختلفه. فهون بيجي دور الاهل، دور الاخصائي، دور المراكز الخاصة، انه يتقبلوا هذا الشخص ويشتغلوا على وضعه الحالي، على وضعه المرضي، على نوع الإعاقة، كمان على وضعه النفسي. يعني اهم الطرق للتمكين الاجتماعي اللي هي تعزيز الثقة بالنفس. فرضا انا اليوم عم اتعامل مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فبدي حط ببالي، بدي اخذ بعين الاعتبار انه هذا الشخص كمان عنده مشاعر، كمان عنده احاسيس، هو مثله مثلي. فانا كل ما عززت ثقته بنفسه، كل ما حسسته انه انت انجزت، ممكن عن طريق الزقفة اذا كان طفل، ممكن عن طريق المكافأة، هي نحن عم نحكي اذا كان طفل. اما اذا كان شخص عادي، فنحن بنعزز ثقته بنفسه ممكن بعض العبارات التحفيزية والايجابية، الدعم النفسي. كمان عندنا من الطرق الثانيه اللي هي البيئه المناسبه، البيئه الايجابيه المناسبه. اذا كان هذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصه عايش ببيئه ايجابيه، ببيئه متقبله، ببيئه متاقلمه مع وضعه، مع مرضه، مع نوع اعاقته، فهذا الامر رح ينعكس على نفسيته. يعني نحن بطبيعتنا كبشر، اذا حدا فينا بيكون شوي مرضان، شوي تعبان، فبتحسي حالك انه حتى على شغلك ادائك ما له مثل العاده. حتى ضمن تعاملك مع اسرتك بالعمل بيكون في عندك، مالك انت كتير رضيانة عن هذا الاداء. فما بالكم نحن عم نتعامل مع ذوي احتياجات خاصة. فالبيئة الايجابية المناسبة كتير الى دور اساسي ومهم على المشاعر والحالة النفسية لهذا الشخص. كمان عندنا الطريقة الثالثة اللي هي انه نخليه يكتسب خبرات جديدة، مهارات جديدة، ممكن موهبة، ممكن يكون يعني فرضا هذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمشكلة اذا كان موظف أو إذا كان عنده موهبة الرسم أو موهبة الكتابة، ممكن يكون أديب، ممكن يكون شاعر، ممكن يكون بيتمتع بأي موهبة مثلا الأعمال الحرفية. مثل ما ذكرنا هنا بيتمتعوا بذكاء عالي، بذكاء خارق، فنحاول قد ما فينا نحتضن هذا الذكاء ونوظفه بالأمور الإيجابية اللي رح تنعكس إيجابا على الشخص نفسه وعلى الأهل وعلى المجتمع ككل. صحيح. يعني اليوم عم نشوف كتير مشاركات عديدة وأنشطة كتير عم يشاركوا فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن خلينا نحكي اليوم هي المشاركة قديش مهمة، قديش ممكن تأثر على حياتهم بشكل إيجابي، على سلوكياتهم، على تعايشهم بالواقع مع الأشخاص اللي حواليهم، وبنفس الوقت على المجتمع ونظرتهم إليهم. أكيد. هلا هذا الأمر كتير إيجابي، أولا بينعكس على الشخص نفسه، وثانيا بينعكس على الأهل، وأكيد رح ينعكس على المجتمع ككل. فبالنتيجة نحن عم نحكي عن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، عم نحكي عن فئة من فئات هذا المجتمع. كل ما هن اندمجوا أكثر ضمن هذا المجتمع، كل ما قدموا مشاركات ضمن الأنشطة ضمن هذا المجتمع، هذا الأمر رح يكون إيجابي على الجميع. يعني مثلا نحن اليوم نحاول قد ما فينا نتفهم
نوع الإعاقة اللي نحن عم نتعامل معه، نقدر الظروف اللي ممكن هو عم يمر فيها من ظروف نفسية من اضطرابات حسب الحالة المرضية اللي نحن عم نتعامل معه. فمثل ما ذكرنا ممكن هن يكون موظف، ممكن يكون عنده موهبة، ممكن يكون عنده حس إبداعي، نحاول ننمي هاي الموهبة ونأسقل هاي المهارة حسب ميول الشخص نفسه. كثير مهم اليوم ولا هو الاعتراف بهذا الطفل. اليوم للأسف بعض الأهالي ممكن يخجلوا من المجتمع ويخفوا هذا الطفل ويبعدوه عن الضوء، لذلك اليوم الاعتراف بقدرات هذا الطفل ومهاراته يمكن هي الأساس الأول للدمج الصح بالمجتمع. اليوم ذكرت عدة أساليب نحن قادرين نسقل هاي المهارة وننمي الموهبة الإبداعية عند الطفل يلي عنده إعاقة أو احتياجات خاصة. شو هي المجالات اللي ممكن يبدع فيها؟ وتأكيدا على كلام كثير من الأشخاص شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي كان عندهم إبداع ما هو موجود عند الإنسان السوي نفسيا وجسديا. مثل ما ذكرنا بيرجع الدور للأهل بالبداية رقم واحد، لأنه في فرق بين الأهل أنهم مستوعبين حال المرضية لهذا الشخص وبين الأهل لا، أنهم رافضين ومو قادرين يتقبلوا هذا الشخص. فالدور الأول والأساسي للأهل، هون بيجي دور الأسرة رقم واحد، بعدين دور المراكز الخاصة اللي هذا الشخص مسجل ضمن هي المدرسة الخاصة. فالأطفال أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم قادرين يبدعوا بكل المجالات طبعا مع مراعاة نوع الإعاقة، مراعاة حالة الشخص، مراعاة الاضطرابات اللي هو عم يعاني منها. ففهم بكل المجالات ممكن يكونوا فاعلين، بكل الأنشطة ممكن يكونوا مشاركين. هي الإعاقة أو هذا الاضطراب اللي عند هذا الشخص أبدا ما نعاني لا على الأسرة ولا على المجتمع، نحن بس تقبلنا الحالة، بس عرفنا نتعامل معه بالطريقة الصح، هذا الأمر أولا رح يساعد الشخص نفسه، الشخص اللي عنده هي ذوي الاحتياجات الخاصة رح يساعده على الاندماج أكثر وعلى سرعة التطور، إن كان التطور العقلي أو التطور من الناحية المرضية إن كانت جسدية أو حركية. وكمان رح يساعده انه يندمج اكثر ضمن الانشطة او يتعلم بطريقة اسرع. يعني للامانة ذكرتيني بشخص من ضمن تجاربي ومن ضمن شغلي، في شخص هو عنده اعاقة بصرية، يعني هو شخص ابدا ابدا ما بيشوف، ومع هيك هو بيتمتع بموهبة كتير عالية. موهبته هي انه يجيب القش، ينقع هذا القش ويعمل منه اشكال، ممكن سلة ممكن صندوق، يعني القش هو بيكون كتير قاسي. يعني نحن الاشخاص السويين يلي ما عنا تمام، الله حرم البصر لكن وهبه البصيرة. نرجع منذكر انه هن بيتمتعوا بذكاء كتير عالي، بيكون عندهم قدرات ابداعية كتير عالية، بس نحن لازم نسلط الضوء ونأسقل هاي المهارة لتظهر بالشكل الصحيح والمناسب. وقديش كمان مهم اليوم نساعد هاي الفئة من المجتمع لتطلع من عزلتها وتثبت إمكانياتها بمختلف مجالات الحياة. هلأ خلينا بالبداية متفقين أنه هذا الشخص هو مثله ومثلنا، هو ما بيفرق أبداً عن باقي الأشخاص العاديين، هن فئة من فئات المجتمع، بالتالي هن ما عم يتجزأوا عن هذا المجتمع. فهون الدور أولاً على الأهل، ثانياً على البيئة المحيطة، وكمان على المدرسة أو المركز الخاص اللي هو هذا الشخص موجود ضمنه، وكمان دور الأخصائي. الأخصائي اللي عم يتابع حالة هذا الشخص له دور كتير كبير. بس نرجع بالدور الأول والأساسي للأهل، فالأهل هم من المؤثر الأول على الأشخاص، إن كان الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص عادي وسوي. فالأهل هم إما بيخلوا هذا الشخص يتجه باتجاه العزلة، يزيدوا حالته النفسية، يزيدوا الإعاقة اللي عنده، يزيدوا التخلف العقلي اللي عنده، أو هن بينشلوه من هاي المحنة من هذا المرض اللي هو فيه وبيطلعوا منه شخص مبدع وشخص ناجح وفاعل ضمن هذا المجتمع. طيب بنهاية فقرتنا أسطول خلينا نروح هيك لنصائح لكل حدا اليوم عم يشوفنا وبهمه اليوم يعرف الطرق الصحيحة للتعامل وطريقة الدمج والبيئة المجتمع. هلأ نصيحة للأسف يعني نحن عم نشوف في مجتمعنا حالة التنمر إن كان للأشخاص العاديين أو للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. فأنا بوجه نصيحة لكل الأشخاص اللي عم يشاهدونا أن نحاول نبعد قد ما فينا عن التنمر.
لأنه للأسف التنمر ظاهرة منتشرة. فنحن نبلش من عائلتنا الصغيرة، لنبلش لنوصل لعائلتنا الكبيرة، نحد من ظاهرة التنمر ونحاول نبعد عنها، نعلم أبنائنا، نعلم تلاميذنا، نعلم أطفالنا أنهم يبعدوا عن ظاهرة التنمر، وناخذ بعين الاعتبار أنه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هن الأشخاص مثلهم مثلنا، ما بيفرقوا عننا بشيء، بالعكس ربنا خصهم بالذكاء الخارق، فنحاول قد ما فينا نحتضنهم ونقدم لهم كافة أشكال الدعم النفسي وحتى الدعم الملموس. يعني إذا أنا قادر ساعد شخص من أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فرضا هذا الشخص بيمشي على العكازة، فنحن ما نكون عبء عليه، لا ممكن أمسك بإيده، ممكن خليه يقطع الطريق، يعني نحاول قد ما فينا نكون سند لأله. كثير حركته، ودائما مثل ما قلتي يا ست ولاء، التنمر بالمجتمع هو المشكلة الأولى، كان بالمدارس. اليوم كثير نحن عندنا ثقة بالكادر المدرسي لدمج هدول الأطفال خاصة وتمكينهم اجتماعيا ودراسيا وثقافيا وعمليا. أكيد بنشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، واكيد ان لقاءات اخرى بصباحات ثانيه. وشكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. اكيد بالختام الاختصاصيه التربويه ولاء لحلح، يسعد صباحك وسعد صباحك وصباح جميع المتابعين.